بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ورد إلينا سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة لغيري، لأخي أو لصديقي؟ وصلاة الاستخارة من الأعمال المندوبة المستحبة، يندب للإنسان إن أراد أن يفعل شيء أن يستخير الله في ذلك، وهذا أمر معلوم، لكن أن يستخير له غيره أجاز الفقهاء ذلك، وأخذوا هذا الجواز من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: من استطاع فيكم أن ينفع أخيه بشيء فلينفع. فلا مانع أبدا من أن تصلي الاستخارة، وهي في خلاصتها دعاء بقصد أن تستخير الله سبحانه وتعالى لأخيك، أن يوفقه الله لخير هذين الأمرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.